معاك، مش مستني صوتك لأسمعك، لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك. هو يا ابن بلادي شد الهمة، خلوا ولادنا يضلوا بنعمة، ايد بايدك الأردن يعمر، هن نشامة فالو كلمة. بنت بلادي شد الهمة، خلوا ولادنا يضلوا بنعمة، ايد بايدك الأردن يعمر، هن نشامة فالو كلمة. عيب اخوك داوي بمية العين، بالعلم اطلعوا عالسما نجمين، لا تضلوا للاردن نورتين، اهل الهمة وشمعات هالبلد الزين. هو حياة زيتونك لطلع الخير لعيونك، غمض جفونك يا بلاد زلامك تصونك، لشمالك وجنوبك يا أردن لسهر عمرك، وإن طفت نجم بسمات خذ نور العينين. يا ابن بلادي شد الهمة، خلوا ولادنا يظلوا بنعمة، بيدي وإيدك الأردن يعمر، حنا نشامة فالو كلمة. يا بنت بلادي شد الهمة، خلوا ولادنا يظلوا بنعمة، بيدي وإيدك الأردن يعمر، حنا نشامة فالو كلمة. إلكم بوسي على الجبين وعلى الإيدين اللي بالكرام محنين، رح نكتب أساميكم عوراق الزعتر والتين، تضل نسمة جبالنا بيكم عطرين. ويا ابن بلادي أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة، وكما عودناكم كل أسبوع بنختار لكم الأفضل والمميز. رحب معي في ضيف حلقة اليوم وضيفي الأكثر تميز لهذا الأسبوع السيد جمال محمود أبو ليلى. بداية يسعد مساكم نورنا. الله يسعد المساك. بداية إن حضرتك المدير العام لدى معرض قمة الإبداع، لو بدنا نفوت أكثر بالتفاصيل نشرح للسادة المشاهدين نبدأ عن حياتك، عن خبراتك العلمية والعملية بهذا القطاع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تعلمت النجارة، درستها دراسة عن طريق مركز التدريب المهني سحاب سنة 86، والحمد لله طلعت من المتميزين في المعهد، ومن فضل الله فتحت أول إشي المحل، وبعدين فتحت معرض قمة الإبداع للمطابخ والديكور بشارع مكة عمارة رقم 107. نعم، كل التوفيق لحضرتك. الله يخليك يا رب. لو بدنا نفهم أكثر بالتفاصيل نشرح للسادة المشاهدين الخدمات اللي عم بتقدموها، آلية العمل عندكم هون وداخل المعرض، تفضل. هسا احنا طبيعة الخشب طبيعته بنستورده من برا، بنستورد من أندونيسيا اللاتية، بنستورد الزان الألماني، بنستورد الليمينيت الإيجر الإسباني، بنستعمله في شغلنا البلوط، فهذا كل الشغل اللي بنستعمله. نعم فعلا. لو بدنا نتحدث اكثر عن الاقبال كيف بتشوفه، اسعارك، نشرح للساده المشاهدين اكثر. والله الاسعار يعني مناسبه جدا جدا جدا، يعني قاعدين حتى الاسعار طريه كثير، يعني مش هالاسعار العاليه. نعم، يعني في اقبال بس اقبال خفيف جدا الايام هاي عشان الوضع الاقتصادي، يعني الوضع الاقتصادي عامل ركود كثير. نعم، لو بدنا نتحدث عن تطور هذا القطاع كيف عم بتشوفه، تطور قطاع النجاره بشكل عام؟ والله التطور هو مجاله وسيع وفي تطور، يعني من فضل الله احنا كل فترة قاعدين منطور في حالنا. نعم، يعني قاعدين احنا منطور في كل اشي، من تصميمات جديدة، من شغلات جديدة، في كل اشي بتلاحقوا تطور بالتأكيد. لو بدنا نتحدث عن الكادر اللي عندك، أردنية وافدين بشكل عام داخل النبي؟ لا، انا ما عندي الا الكادرين، كله عندي أردني. نتحدث الان عن المشاكل اللي بتواجهك بقطاع عملك سيد جمال، تفضل. في مشاكل هسا المستورد من برا بيعمل لنا مشاكل كتير، لأنه كل الماليزي والمصري
والصيني قاعد كله هذا بعمل لنا مشاكل كثيرة. إحنا نفسنا مش قادرين عمالنا نسوق لأنه قاعد تيجي السلعة من عندهم وهي السلعة كمان ضعيفة من عندهم وقاعد كله هذا بيأثر علينا. فالناس بتدور على الرخص ما بتدور على المتانة زي المحلي. نعم نعم. هسا الجودة المحلية أحسن من المستورد بمئتين مرة. بس الناس قاعدة بتدور بتلاقيها هذا الإشي رخيص موديل حلو موديل إشي هذا كله قاعد كله بأثر علينا. أكيد بأثر بشكل سلبي عليكم. هو برجع كمان للوضع الاقتصادي إنه. أنا معك يا أختي بس لازم النقابة لازم الإشي تعمل الإشي هذا للناس هنا. نعم نعم. لازم تحمينا لازم تحمي التجار اللي هون تعمل أصحاب المحلات لأنه إحنا نفسنا مش قادرين نورد ولا قادرين نعمل أي إشي. نعم بالتأكيد. نعم. لو بدنا نتحدث الآن عن طموحاتك لقدام نفس هذا المجال شو مفكر؟ والله أنا إن شاء الله ناوي أني أطور المصلحة وأفتح كمان فرع تاني بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل التوفيق. يعني ناوي أمتد للعقب إن شاء الله إنه فينا مجال إن شاء الله إنه نفتح في العقب إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله العالمين. فكر إنك تفوت أيضا غير المطبخ والغزائل الحائط مثلا غرف نوم. لازم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. يعني هيني قاعد الأولاد بدرسهم وقاعد الإشي هذا بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل التوفيق لحضرتك والإلهام. الآن لو بدنا نأخذ كلمة من حضرتك لجلالة الملك عبد الله الثاني شو بتحب تحكي له؟ تفضل. احنا بنشكر جلالة الملك على الأمن والأمان ومنعزي ضحايانا في البحر الميت الجميع و... بالتأكيد نعم بالتأكيد يعني نعم. وضم صوتي صوتك على نعمة الأمن والأمان. لو مش موجود نعمة الأمن والأمان يعني لا أنت هون ولا أنا هون. إذا وجد الأمان وجد الاستثمار الحمد لله. وأكيد بنعزي الضحايا اللي بالبحر الميت يعني هو حزن هم حزننا. كل التوفيق لحضرتك. نختم بالسادة المشاهدين بتحديد عنوان البشغال المعرض أرقام الهاتف صفحتكم على الفيسبوك. تفضل. احنا المعرض عدوار الكيلو عمارة رقم 107 قمة الإبداع للمطابخ والديكور الداخلي. المصنع في القويسمة شارع المدارس. تليفون 079-740-43-48 كل التوفيق 82 نعم.